ناحية تانية، ناحية تانية. من ورا، من ورا الكاميرا، من ورا الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام في كل مكان، تحية لكم جميعا إلى متابعينا ومتتبعي البطولة الإفريقية لأقل من 20 سنة الجارية أحداثها قبل يومين في الجزائر في عين تيموشنت، في عين تيموشنت وكذلك مدينة وهران. البطولة الإفريقية للأواسط للشبان لأقل من 20 سنة. المجموعة الأولى التي شهدت فوزا وتعادلا، فوزا للمنتخب المصري على حساب المنتخب الغاني وتعادل بين البلد المنظم الجزائر والبنين في الجولة الأولى. تشهد مباريات الجولة الثانية منها أو اللقاء المرتقب بين المنتخبين الغاني والبنيني في هذه اللحظات في انتظار لقاء القمة وقمة هذه الجولة التي ستجمع بين الجزائر ومصر في هذه المجموعة. صعرت هذا الثلاثاء إن شاء الله عبر باقة الجزيرة الرياضية. الموعد اليوم للأقدام الغنية للتعويض وللأقدام البنينية للتأكيد في انتظار التأكيد والتعويض كذلك في سيرة اليوم. إذن المنتخب الغاني البلاك ستارز البيض على يمين المشاهد الكريم والمنتخب البنيني بالألوان الصفراء في انتظار صفرة حكم المباراة التي ستعطي إشارة انطلاق شوط المباراة الأول بين غانا وكذلك البنين. إذا مباراة مرتقب منها الشيء الكثير في هذه الجولة الثانية في هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية كذلك في جولاتها الأولى شهدت فوزا وتعادلا، فوز مالي على حساب نيجيريا وتعادل الكونغو مع الجابون، وكل المنتخبات الأربعة لا زالت تملك الحظوظ في المرور بعيدا والذهاب إلى دور نصف النهائي الطريق المعبد في نفس الوقت إلى مونديال تركيا. إذن شوط المباراة الأول المنتخب الغاني يستفيد من خطأ كرة يتابع المنتخب البنيني من الدفاع، استبسل بشكل ممتاز المنتخب البنيني الذي يلعب تقريبا بنفس الأسماء التي لعبت
مباراة الجزائر إلا ثلاث تعديلات وثلاث تغييرات. مباراة البنين وغانا إذا ما انتهت بالتعادل هذا سيكون لمصلحة المنتخب الجزائري على وجه الخصوص، لأن التعادل يعني أنه لغانا نقطة واحدة وللبنين نقطتين، والجزائر يمكن أن تتفوق على المنتخب المصري ويصبح في رصيدها 4 نقاط والمنتخب المصري 3 نقاط، وبالتالي كل منهما يضمن حظوظا وافرة للتأهل إلى دور نصف النهائي ومن ثم طبعا مونديال تركيا. كرة للمنتخب الغاني، فرصة غانية ولكن سهلة للحارس ساتيمين الأكبي الحارس البنيني. محاولة ابن زير أسيفوا، 14 سنة فقط أسيفوا اللاعب الغاني الذي صوب الكرة السابقة. ما زالت المحاولات مستمرة من الجانب الغاني، أسيفوا بالرأس مرة أخرى ولكن فوق الشباك. جماهير حاضرة في ملعب عمر أسياف تتابع هذه المواجهة وتنتظر لقاء القمة بشغف كبير. الملعب سيكون مكتظ عن آخره لمساندة الخضر من دون شك، خضر الجزائر المتوجون بلقب هذه البطولة في أول نسختها سنة 79 والذين تألقوا كذلك عبر التاريخ في هذه المنافسة وفي كأس العالم التي أجريت آنذاك سنة 79 بطوكيو اليابان. أسماء تألقت من جانب المنتخب الجزائري وتأهلت إلى الدور الربع النهائي، فازت على إسبانيا، تعادلت مع اليابان والمكسيك، وخسرت في الدور الربع النهائي أمام المنتخب الأرجنتيني آنذاك. دييغو أرموندو مارادونا الظاهرة كان حاضرا سنة واحدة بعد تتويج منتخب الأرجنتيني بكأس العالم. محاولة مستمرة لمصلحة المنتخب البنيني. أوبي إزيكويل أوكوتو حاضر في مباراة اليوم مثل ما كان حاضرا في مباراة الجزائر، مباراة التي انتهت دون أهداف بين الجزائر والبنين. كرة في متناول الحارس إريك أوفوري أنتوي، 18 سنة حارس مرمى المنتخب الغاني، يستلم الكرة يبعدها طويلا. مستمر التعادل السلبي ونحن نلعب ثواني الأخيرة من الدقيقة الرابعة، ندخل إلى الدقيقة الخامسة الأثنى في شوط المباراة الأول في هذه الجولة الثانية في المجموعة الأولى. طبعا منتخب الغاني هو المنتخب الوحيد الإفريقي المتوج بكأس العالم للأواسط 2009 بالأراضي المصرية، نفس الأسماء شاركت في كأس العالم وتألقت بعد ذلك. كأس العالم 2010 بالأراضي الجنوب إفريقية، 2009 غانا ضد البرازيل بركلات الترجيح والتتويج الإفريقي الأول من نوعه بكأس العالم على جميع كل الأصعدة والشرائح العمرية والفئات الجنسية. تتويج غاني ضد السامبا البرازيلية. فرصة لمتابعة العصافير النذرة النشأ القادم، مثل ما تابعنا أسماء عديدة تألقت من جانب منتخباتها على مستوى الأواسط ومن بينها الأرجنتين التي تألق لها أغويرو، ليونيل ميسي، تيفيز والبقية سنة 2005 حين توجوا باللقب على حساب النسور النيجيرية. هي الأسماء حاليا المرعبة في العالم
مع أنديتها ومع المنتخب الأرجنتيني. هذا مثال فقط، ولكن الكثير من الأسماء ظهرت من خلال هذه البطولات. إسبانيا، أندرياس إنيستا مثلا، وذية، كرة غنية للمدافع جيريميا أركوف فول، سالة للحارس ألاكبي أركوف فول المدافع. جماهير تتابع مباراة اليوم وترتقب نتيجة مفيدة للخضر. المباراة الأخيرة ستجمع البنين مع مصر، غانا مع الجزائر يوم الجمعة المقبل. وهي أكيد ستكون المباريات الحاسمة، ستكون مباراة حاسمة للمنتخب الجزائري الذي حتى ولئن فاز اليوم لن يضمن تأهله إلى الدور النصف النهائي وبالتالي لكأس العالم. لعبة دقيقة ثامنة، كرة من ساتيمون ألاكبي، فريدريك هونك بونو، يشارك كأساسي في مواجهة اليوم إليريش كوينوم. هذه الأسماء من جانب المنتخب البنيني لم تشارك ضد الجزائر، مثلما يشارك ماما صيبي لاعب وسط الميدان. كرة بنينية موزعة، متابعة دفاعية من الجانب المنتخب الغاني. ميكايال أنابا، الكرة تمر إلى تمس. الأسماء الحاضرة من جانب المنتخب البنيني: ساتيمين ألاكبي في الحراسة، نبيل يارو، أنتونين كاسا، لازادي، فوسيني، دين كوكبيري القائد، هونك بونو لاعب رقم 12 الذي يشارك في مكان فيني أجاهي، لاعب رقم 20 غائب عن مباراة اليوم، دافيد أجيغلا، لاعب رقم 14 أوليريش كوينوم، رقم 11 جيروم بونو، رقم 17 إزيكوال أوكوتو المهاجم الخطير، رقم 9 حاول أوليريش كوينوم لكن لم يتمكن، ولدينا كذلك كولا ريمي رقم 7 وماما سيبو رقم 5. هذه الأسماء التي تشارك من جانب المنتخب البنيني. من جانب المنتخب الغيني: إيريك أوفوري أنتوي في الحراسة، ميكايل أنابا، ديريك مينساه رقم 6، جيرينياه أركورفو، لدينا ريشموند نكويتيا، إبنزر أسيفويا، فرانك سورفو جيانفي. كرة نتابعة للمصلحة المنتخب الغاني، سيطر عليها أسيفوا، توزيع داخل منطقة الجزاء، يتابع الدفاع البنيني، طول قامة مميز من جانب المدافعين البنينيين، فرانسيس نار، بابا مينساه رقم 5. هذه الأسماء حاضرة من جانب المنتخب الغاني المتوج بدوره بلقب هذه المنافسة الإفريقية 3 مرات في مشواره. الجزائر تتويج 1، نيجيريا الأكثر تتويج 6 مرات، مصر ب3 مناسبات سنة 91 91-2003، غانا سنة 93 99 و 2009 بالأراضي المصرية على حساب أو 2009 عفوا. هذه كرة لمصلحة المنتخب الغاني في تسلل والتدخل من الخلف، وركلة جزاء أعتقد الحكم احتسب، أعتقد تسلل قبل أن تكون هناك ركلة جزاء، واضح تسلل كان موجود، صفرة كانت متأخرة من حكم المباراة، كان هناك كان الممكن تفادي إصابة اللاعب الغاني لو أعلن التسلل منذ بدايته، كان هناك تسلل واضح. إبنزير أسيفوا
لاعب رقم 17 وليس فرانك صرفو. الجيمفي خطأ في سيفوا. كرة مستمرة على أرضية الميدان لمصلحة المنتخب الغاني. خسارة مفاجئة للمنتخب الغاني وهو المتمرس في هذه البطولة، لكن كامل التوفيق للمنتخبين العربيين في هذه المجموعة الجزائري والمصري للوصول إلى مونديال تركيا 2013 في الصائفة المقبلة. نتابع كرة لمصلحة المنتخب البنيني، مراوغة ممتازة ومرور والتوزيع لكن فوق المرمى. بعدما تعرف الجميع على جل الأسماء المشاركة في المونديال التركي، أغلبها قد تم التعرف عليها رباعي إفريقيا وممثل القارة الأوقيانوسية، ما زالت هذه الأسماء التي ننتظر معرفتها. هذه محاولة للمنتخب الغاني، تبع جماهيرية في ملعب عمر أوسياف الذي يحتضن مباريات المجموعة الأولى، تضم الجزائر مثل ما ذكرت البنين، مصر وغانا. كرة يحاول من خلالها المنتخب البنيني توزيع داخل منطقة الجزاء. مستمرة المحاولة لكن الكرة أرضية غانية من ميكائيل أنابا، تحول بشكل تدريجي إلى الخط الأمامي لكن الكرة يستفيد من خلال المنتخب الغاني إلى ركني. الجمهور حاضر ولكنه صامت. مونديال التركي الذي ستشارك فيه سيكون أولا بمثابة المفاجأة لا تحضر فيه منتخبات مثل الأرجنتين والبرازيل الأكثر تتويجا بألقاب مونديال الشباب منذ نشأته. 6 وجات للأرجنتين و5 للبرازيل، المنتخبان سيكونان غائبان عن مونديال تركيا. هذه كرة غانية من الركنية تعود مستمرة لمنتخب الغاني، توزيع لكن هناك تسلل من إبنزر أسيفواه. تتحول بنينية سريعة إلى الأمام من جيجلا، يحاول جيروم بونو. بونو لاعب رقم 17، بونو في الوسط لكولا ريمي. كولا ريمي يحول كرته لسيبو ماما. سيبو ماما يعتمد على هونك بونو لكن ضاعت الكرة على هونك بونو وتعود لميكائيل أنابا. هذا هو ريشموند كوتياه. كوتياه يلعب الكرة إلى المهاجم أسيفوا. كان متعادل في النتيجة المنتخب الغاني مع المنتخب المصري لكن خطف فوزا في اللحظات الأخيرة المنتخب المصري، وهو الذي حقق أول فوز في هذه المجموعة وهو أول من سجل أهدافا في هذه البطولة المنتخب المصري. تنتظر مباراة كبيرة اليوم. حماد اللاعب المصري هو الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه البطولة الإفريقية في الدقيقة 67، وأسيفوا عادل النتيجة في الدقيقة 76، بينما جمعة من جانب المنتخب المصري تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 87. حد الآن 4 أهداف سجلت في هذه البطولة الإفريقية، عدد ضئيل. وهذه كرة خطيرة جدا والحارس البنيني يتألق، ممتازة جدا
كرة في منتهى الروعة للمنتخب الغاني، ولكن تألق مثالي من الحارس البنيني ألاكبي. على فكرة أدى مباراة ممتازة جدا أمام المنتخب الجزائري مثلما تألق الحارس نسيم طرش من جانب المنتخب الجزائري في المباراة الافتتاحية الأولى. لمسة كانت من كليفور أبواجي، أبواجي سدد الكرة السابقة. كليفور أبواجي، ولكن الحارس ألاكبي كان لها بالمرصاد بشكل ممتاز جدا. كرة نتابع المنتخب البنيني، والجماهير لازالت تتوافد على ملعب عمر أصيف في عين تيموشنت التي تبعد 72 كيلومتر عن عاصمة الغرب الجزائري وهران التي تحتضن منافسات الجولة المجموعة الثانية، تبعد بنحو 500 كيلومتر عن العاصمة الجزائرية الجزائر. قول تم التعرف على جميع المنتخبات المشاركة في مونديال تركيا المقبل. عاد منتخبات القارة السمراء، من سيمثل القارة السمراء؟ هل سيكون إلى جانب المنتخب العربي من آسيا المنتخب العراقي أسود الرافدين، منتخبان عربيان آخران من القارة السمراء تونس والمغرب أقصيتا ضمن التصفيات، والجزائر البلد المنظم ومصر تأهلت إلى البطولة، والأمال معقودة على المنتخبين ثعالب الصحراء والفراعنة للوصول إلى مونديال الأتراك. أستراليا العراق كوريا الجنوبية أوزباكستان، هنا لمسة يد وركلة جزاء مفروض تكون لمصلحة المنتخب البنيني، ولكن الحكم لم يحتسبها. نزلت المحاولات مستمرة للغانيين، ولكن انطلاقة بنينية، منتخب بنيني لا بأس به. أذكر بأنه أقصى المنتخب الإيفواري والسنغالي ووصل إلى هذا الدور النهائي للبطولة النهائية، وبالتالي منتخب يستحق الإشادة. كرة أرضية جميلة جدا تلعب والتوزيع داخل منطقة الجزاء. الحارس أوفوري أنتوي يتمكن منها. كرة بالرأس تتحضر لأنتوي. كوبا السلفادور المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية تشارك من جانب منطقة الكونكاكاف. المكسيك حاملة اللقب، بينما الشيلي كولومبيا الأورغواي والباراغواي تمثل أمريكا الجنوبية. كرواتيا إنجلترا فرنسا اليونان البرتغال إسبانيا وتركيا البلد المنظم تمثل القارة العجوز، ويبقى ممثل للقارة الإقيانوسية والقارة السمراء أربعة ممثلين هم من سيصلون إلى دور النصف النهائي، قبل أن نتعرف على بطل إفريقيا ووصيفه وصاحب المركز الثالث والرابع الرباعي الذي سيمثل القارة السمراء. سيتم التعرف عليه مباشرة بعد نهاية الجولة الثالثة للمجموعتين الأولى والثانية. كرة أرضية بنينية أرضية ممتازة اليوم، الأداء البنيني أداء منظم، كرة على الأرض، خطأ فادح في تداول الكرة في الدفاع، وكرة لمنتخب الغاني، والهدف الأول يضير، الهدف الأول للمنتخب الغاني. مميز هذا اللاعب كليفورد أو إبنزير أسيفوا، هذا الذي سجل ضد المنتخب المصري وعادل النتيجة. أسيفوا كاد أن يمنح لغانا إمكانية التقدم في نتيجة المباراة. خسارة المنتخب البنيني تعني بنسبة كبيرة ابتعاده عن دائرة التنافس إلى تأهل إلى دور المقبل. أما فوز المنتخب الغاني هو ثاني الاحتمالات المفضلة للمنتخب الجزائري. لماذا؟ لأن الفوز المنتخب البنيني على المنتخب الغاني يعني يصبح أنه متصدر لهذه المجموعة بأربع نقاط،
الجزائر لو فازت على المنتخب المصري سيصبح في رصيدها 4 نقاط، وبالتالي تصعب مهمة يعني احد المنتخبين العربيين. عموما ازال الحديث عن الحسابات، مؤجل. مراوغة ممتازة من أصيف، ويمر أصيف والهدف الاول. لا 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 لا، يفعل كل شيء هذا الفنان الغاني ابن زير أصيف، ويقال انه عمره 14 سنة، من مواليد سنة 98. لا اعتقد طول القامة وهذا الاداء لا يمكن انه لاعب يكون في عمره 14 سنة لا، او 15 سنة. لا يمكن يلعب ليه فريق ليبرتي بروفيسيونال. ابن زير أصيف هداف المنتخب الغاني، كرات غانية، انطلاقات سريعة لأصيف، لكن يخطئ أمام المرمى، المرمى مثل ما كان يفعل كذلك أساموا، أساموا جيان. منتصف شوط المباراة الأول بين البنين وغانا في عين توموشنت الجزائرية في البطولة الإفريقية للشبان. التعادل دون أهداف، فرصة أو فرصتان سانحتان للتهديف من أقدام الهداف المميز الصفوة أو الصفوة. ضاعت فرصتان، ضاعتا، وبالتالي تبقى النتيجة على حالها. ماما سيبو، كرة طويلة من المدافع كاسا، تتهيأ بنينية ممكن لإليريش كوينوم، كوينوم مع كوكبيري، متابعة غنية لهذه الكرة. بنينية لازالت على أرضية الميدان، ممكن التصويب، تداول للكرة بشكل جيد، يضل إليريش كوينوم، لكن تدخل دفاعي من ميكايل أنابا. أنابا طويلة، توزيع دوما البحث عن الخطرين أصيفوا وجاكوب أبو. لأصيفوا لمسة أمامية، هذا هدف، هذا هدف، هذا هدف يضيع، هذا هدف يضيع. ثالث فرصة على التوالي لمصلحة المنتخب الغاني، والكرة تضيع، كرة بينية، كرة في العمق جميلة جدا، استلم، ماذا فعل؟ هل صوب باتجاه خارج أرضية الميدان لنتابع هذه الكرة؟ لا، الكرة ارتطمت بالدفاع وانتهت عند الركنية. ركنية لمصلحة المنتخب الغاني، تعود من الدفاع البنيني، تتحضر من أركور فول. أركور فول لمسة لأبو، جاكوب أبو يحافظ على الكرة، جاكوب يضيعها إلى تماس سيلاس تيتي مدرب الغاني. صفوة ضيع 3 أهداف حقيقية في شوط المباراة الأول هذا. الهدافون 4 أسماء في هذه البطولة لحد الآن: محمود حمد أول من سجل هدفا في هذه البطولة، صالح جمعة، ابن زير أصيفوا، وأدام نياني من جانب المنتخب المالي في انتظار أهدافا جزائرية، أهدافا بنينية، أهدافا نيجيريا، وأهدافا كونغولية وغابونية. هذه الفرق كلها لم تسجل، لا مالي، لا نيجيريا، أو لا نيجيريا ولا الجزائر، لا البنين ولا الكونغو ولا الغابون، مباراتان فقط شهدت أهدافا من 4 منتخبات: مالي، مصر، غانا، فقط 3 منتخبات فقط من أصل 8. نتابع كرة
يحاول من خلالها المنتخب البنيني في الخط الأمامي. ضاعت اللمسة على إليريش كوينو المهاجم الذي يشرك أساسي اليوم بديلا عن لانين نيام. صورة من هنا وهناك على النجوم الغانيين. كرة ومحاولة بنينية ترتد من الدفاع الغاني من ديوريك مينسا. هذا لورينسي لارتي لاعب رقم 14. كرة مستمرة لمصلحة المنتخب البنيني. تدخل دفاعي ناجح. كرة أبعدت بشكل جيد. كان هناك في يعني خطأ في بعض الأرقام الحاضرة في مباراة اليوم من جانب المنتخب الغاني. كرة تعود من الدفاع البنيني. يوم يحضر سيدو سليفو. كرة جميلة لمصلحة المنتخب الغاني. التصويبة الأرضية سهلة من أوفوري إبنزر. لعب رقم 3 حاول في الكرة السابقة بنينية مرة أخرى. ماما صايبو داخل منطقة الجزاء. يتابع المدافع أحمد أدامس. هذه ركنية للمنتخب البنيني. يتابع الدفاع والتصويبة. لمسة يد يقول الحكم. هذا هو ريشموند نكوتيا. نكوتيا ارتقى برفقة لورينس لارتي. مدافع القائد لورينس لارتي. تسعة عشر سنة. أغلب الأسماء تنشط في الدوري المحلي الغاني. عندنا كليفورد أبواغي محترف في نادي أودينيزي الإيطالي. كرة لأوكوتو. يمر داخل منطقة الجزاء أوكوتو لكن كرته سهلة لمصلحة إيريك أوفوري أنطوي. مستمرة هذه الدقائق. ملعب المباراة عمر أوسياف لم يصبح فيه مكان شاغر بعد دقائق تحسبا وترقبا لمباراة القمة اليوم. الملعب الذي افتتح في فاتح من شهر جويلية سنة 2009 يسع ل 12 ألف متفرج. أكيد كل التذاكر تكون بيعت لمباراة مصر والجزائر. مباراة منتظرة، مباراة كبيرة، مباراة القمة. نلعب دقيقة 30 من شوط المباراة الأول. لا أهداف بين البنين وغانا المنضمتان لمجموعة الجزائر ومصر. تعادل يخدم مصر والجزائر لحد الآن. يبقي مصر متصدرة لهذه المجموعة. يمنح نقطة ثانية للبنين التي ستصبح ثانية بدل الجزائر. ويمنح نقطة واحدة لغانا. الجزائر عليها أن تفوز وترفع الرصيد إلى 4 نقاط وبالتالي تصبح 4 نقاط للجزائر وثلاثة لمصر ونقطتين لغانا ونقطة للبنين. مباراة ستكون بين الجزائر وغانا يوم الجمعة المقبل والبنين ومصر. وبالتالي إمكانية كبيرة إذا ما تعادلت مثلا يكفي التعادل الجزائري كي تتأهل. يصبح في رصيدها 5 نقاط 4 نقاط مثلا أو نقطتين لغانا. ومصر تفوز على البنين وبالتالي الجزائر ومصر تتأهل. عموما هذا السيناريو الأفضل
والأجمل. كرة طويلة أمامية، محاولة مستمرة لمصلحة المنتخب الغاني. كرة مبعدة في وسط الميدان، أوكوتو يرتقي، محاولة من إليريش كوينو. مرت أكثر من 30 دقيقة من شوط المباراة الأول دون أهداف. نيجيريا الأكثر تتويجا، وآخر نسخة وآخر نسخة لهذه البطولة الإفريقية جرت بأراضي نيلسون مانديلا بجنوب إفريقيا بدلا من ليبيا التي كان من المفروض أن تجرى فيها هذه البطولة، البطولة السابقة بطبيعة الحال سنة 2011 بسبب الأحداث الأمنية في ليبيا، وبالتالي جرت في جنوب إفريقيا وتوج بالمنتخب النيجيري على حساب المنتخب الكاميروني. لكن نيجيريا فاجأت الجميع بخسارتها أمام المنتخب المالي، ومالي لم تكن سيئة في تلك البطولة، احتلت المركز الثالث بدلا من مصر، وبالتالي مالي والكاميرون ونيجيريا الثلاثي شارك في كأس العالم بكولومبيا، لكن لن يكون الإنجاز جيدا عدا الأقدام النيجيرية التي لم تذهب بعيدا وخسرت أمام المنتخب الفرنسي أعتقد في الدور الربع نهائي. تتويج كان برازيليا على حساب المنتخب البرتغالي في مونديال كولومبيا. نتابع كرة لمصلحة المنتخب الغاني داخل منطقة الجزاء، ملعوبة وفرصة خطيرة ممكن رأسية، ولكن الدفاع البنيني يبقى مستبسلا لحد الآن مثلما استبسل وقاوم وصد الهجمات الجزائرية. أكيد الكثير من وكلاء اللاعبين وأعين الكثير من الفرق على هؤلاء الشبان، نزالوا تحت الإنجاز، نزالوا تحت مهمة التكوين، وبالتالي يعني ممكن الاستثمار في أقدامهم وبناهم الجسدية وعقولهم من أجل أكثر نضج فني وتكتيكي وبدني ونفسي كذلك. كرة خاطئة كانت من حارس المرمى أنطوي الحارس الغاني، يعقد بها مأمورية الخروج بالكرة من دفاعه، بالتالي تتحول الهجمة بنينية. لمسة واحد اثنين، كرة بنينية تصويبة بأحضان إريك أوفوري أنطوي. هذه المرة يلعب الكرة طويلة أوفوري، شوف طول القامة من أنتونين كاسا العملاق، هذا هو دين كوك بيري، لا يبدو عليه أنه عمره 19 سنة. كوك بيري طول القامة، هذه المحاولة البنينية تصويبة فوق المرمى من أوكوتو. دين كوك بيري الآن 20 سنة يلعب في كراكي. نلعب دقيقة 35 من شوط المباراة الأول، البنين لا أهداف وغانا كذلك. خاطئة تمريرة من المدافع البنيني، وبالتالي تتحول الهجمة غانية. الفرص عند نقطة التصويب مستمرة غانية، ولكن تثاقل والمهارة تغلب الآن. ممتاز كاليفور أبواجي، أبواجي كاليفور يستفيد من خطأ مهارة من هذا اللاعب فعلا مميز المحترف في أودينيزي الإيطالي. ماما سايبو يتلقى البطاقة الصفراء الأولى في شوط المباراة الأول. دعونا نتابع هذه الكرة التي تبدو في منتهى الخطورة لمصلحة المنتخب الغاني. تأتي التسديدة بين الخشبات الثلاث، كرة خطيرة للمنتخب الغاني ولكن بعيدة تماما
من سيدو صاليفو. سيدو صاليفو حاول كرته فوق مرمى الحارس البنيني ساتيمين الاكبي. جميل جدا ان تحضر هذه الجماهير لتعطي ذوقا ونجاحا لهذه البطولة. مباريات المجموعة الثانية تغيب عنها الجماهير وخاصة الأيام التي تكون أيام شغل في الجزائر، وبالتالي الفرصة لا تكون مواتية للشباب لأن يحضروا. والأمر كذلك لا يتعلق بالمنتخب الجزائري الذي يلعب مبارياته في انتيموشنت. كرة جميلة جدا للمنتخب الغاني، استلام مميز من أسيفو. أسيفو يحضر ولكن عودة موفقة للدفاع البنيني. جرأة من وسط الميدان وشجاعة، لكن تدخلات تعود كرة غانية. كاليفور، كاليفور ممتازة الفرصة للغانيين، ممتازة الكرة لفرانسيس نار على رقم 9. فرانسيس كادت أن تمر هذه الكرة. فرص غانا أفضل من البنين، لكن صمود دفاع بنيني مميز مثل ما فعل أمام الجزائر. لا أخطأ وإن كانت حاضرة، ولكن إهدار الفرص كان واضحا من ساليفو. مميز أسيفو، كرة وتوزيع لكاليفور. يحضر كاليفور، أوفوري، أوفوري أركور فول غانية أرضية. الكرة كاليفور يستلم باليسارية، يمر يراوغ لكن يفقد الكرة في نهاية المطاف لتعود للدفاع الغاني. سيطرة غانية على الكرة. البلاك ستارز يمارس هوايته المفضلة الكرات القصيرة الدقيقة، الإبداع من خلال التحركات والمناورات والهجمات التدريجية والسرعة والمهارات الفنية. غانا أو سامبا إفريقيا، طبعا غانا بأسمائها التي أبدعت سنة 2009 بالأراضي المصرية، أبدعت وتألقت سنة 2010 وتألقت سنة 2010 بأراضي جنوب إفريقيا، وكادت أن تحقق أفضل إنجاز للكرة الإفريقية في كأس العالم للأكابر لو سجل أسامو أجيان ركلة الجزاء أمام المنتخب الأوروغوياني في الدقيقة 119، لكن ضيع بعد لمسة يد من ويسواراز خروج بالبطاقة الحمراء. أسامو أجيان يضيع ركلة الجزاء وأدى ذلك، الطرفان يتوجهان إلى ركلات الترجيح وتضيع ركلة جزاء أخرى وركلة ترجيحية أخرى للمنتخب الغاني، والمنتخب الأوروغوياني يتأهل إلى الدور النصف النهائي. إذن أفضل محطات الأفارقة في كأس العالم الربع نهائي، الربع نهائي السنغال سنة 98 والخسارة أمام تركيا، غانا أمام الأوروغواي في الربع النهائي 2010، والكاميرون كذلك تألقت ووصلت إلى دور الربع النهائي وخسرت من إيطاليا سنة 94. ندخل إلى دقيقة 40، إذن خطأ. 5 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول، والتعادل دون أهداف بين البنين وغانا في البطولة الإفريقية المؤهلة للمونديال التركي للأواسط، بطولة المنظمة بالجزائر وتنتهي يوم 30 من هذا الشهر الجاري مارس. استلام مميز من الرائع أسيفو. أسيفو يلعب كرة أرضية انطلاقة من كاليفور، هذا هو كاليفوري على الكرة على الجناح. هذه فرصة غنية، ممكن 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 أن يفعل المنتخب الغاني. لا 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 لا، تسرع واللمسة الفنية الأخيرة تنقص المنتخب الغاني على مستوى الخط الأمامي. هذا ما ينقص المدرسة الغانية الأكاديمية الغانية لكرة القدم، أن تهتم أكثر بمسألة تحويل الفرص الهائلة إلى أهداف غزيرة.
هذا ما عانى منه المنتخب الغاني في كأس العالم 2010، وحتى عانى منه أمام البرازيل في نهائي كأس العالم 2009 للأواصر. كرة بينينية ولكن إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى، جماهير واعدة، جماهير لا تريد أن يخيب أملها اليوم أن يحقق المنتخب الجزائري الفوز وأن يتأهل إلى المونديال وأن يتأهل إلى دور نصف النهائي، ولما لا يذهب بعيدا في هذه المنافسة ويتوج بلقبها مثل ما فعل رابح ماجر وصالح عصاد والأخضر باللومي وياحي والبقية وجمال منات حينما حضروا سنة 79 بالجزائر وفازوا على غينيا وتأهلوا إلى مونديال طوكيو، إلى مونديال اليابان. كرة بينينية خطيرة الفرصة، لكن حوار دفاعي ناجح من جانب المنتخب الغاني. أربع مشاركات للجزائر، أولها سنة 79، كرة بينينية عند حدود قوس منطقة الجزاء، لكن تتحول الهجمة للمنتخب الغاني. انطلاقة غانية، تحية لهذه الجماهير الرائعة التي تنعش هذه البطولة وتعطيها ذوقا خالصا، وهي تنتظر مباراة القمة، مباراة كبيرة أمام المنتخب المصري. ضغط نفسي كبير سيكون ضد يعني على اللاعبين من كلا الجانبين، من المنتخب الجزائري ومن المنتخب المصري، ولكن طبعا المساندة ستكون للمنتخب الجزائري. هذه الجماهير العاشقة لوحدها تغني وتعزف وتتمتع بسمفونياتها وتتمتع بأغانيها الرائعة التي تنشدها وتغنيها وتطرب بها الجميع وكل من يحضر في المدرجات، تطرب بها كل من يحضر إلى الملاعب وتطرب بها اللاعبين والزوار من الخصوم، من خصوم الفرق والمنتخبات الجزائرية. متعة كبيرة على مستوى المدرجات، تعودت هذه الجماهير على صناعة الأغاني وصناعة السمفونيات واللوحات الرائعة بالرايات والحضور المميز كذلك، وتعودت هذه الجماهير الآن تعطي مباريات كرة القدم نكهة خاصة. تحية لكل جزائري عاشق لكرة القدم ويبدع بحنجرته وب يعني أعلامه وراياته وحضوره وسمفونياته إلى الملاعب. حضرت ليس فقط في الجزائر وفي الملاعب الجزائرية، بل كانت تحضر كثيرا حتى حينما يتعلق الأمر بتنقلات المنتخب الجزائري لأي من الدول الإفريقية أو العربية أو حتى العالمية. حضور كان مميزا سنة 2010 للجمهور الجزائري كذلك بكأس العالم، النسخة السابقة والأخيرة التي شهدت حضورا عربيا وحيدا من جانب ثعالب الصحراء. ندخل إلى الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول. كرة بينينية، ضربة حرة تنفذ ولكن متابعة غنية إلى ركنية. نلعب الدقيقة 45 الآن قبل مباراة الفاصلة ومباراة القمة بنحو تقريبا من الآن ساعتين. كرة من الركنية، يتابع الدفاع الغاني، انطلاقة غانية، لمسة جميلة جدا في المساحة حين يتفوق الهداف عصيفوة 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 عصيفوة. العرضية لم تكن جيدة من السريع كذلك، أنابا، ميكائيل أنابا، هذا المناصر الغاني طبعا جانب من الجالية الغانية، ربما الذين يدرسون في الجامعات الجزائرية الغانيين ومن أبناء العائلات الغانية المتواجدة في الجزائر كلها طبعا تقريبا من الإطار الدبلوماسي. دقيقة واحدة هو الوقت البديل لشوط المباراة الأول. البنين لا أهداف، غانا لا أهداف، مكتوب عليه لا أعلق على أي هدف في هذه البطولة لحد الآن. شوطان بين البنين والجزائر دون أهداف، شوطان بين الكونغو والجابون دون أهداف، الشوط أول بين البنين وغانا لحد الآن دون أهداف. عموما ممكن انتظر الأهداف في شوط المباراة الثاني إذا ما وصلت التعليمات إلى أشبال المدربين بشكل ناجح وتمكن الأقرب إلى تسجيل المنتخب الغاني
من فعلها، لأنه ضيع أربعة فرص سانحة للتسجيل في هذه المعركة الأولى التي تقترب من نهايتها على بعد ثواني معدودة. أوكوتو يمر ولكن خطأ من أوكوتو، وخطأ يستفيد منه المنتخب الغاني، وبالتالي يمكن القول بأن شوط المباراة الأول سينتهي وينتهي بالتعادل السلبي. البنين وغانا في ملعب عمر أصياف بعين تومشن. نلتقي مع مطلع شوط المباراة الثاني إن شاء الله مشاهدي الكرام. إذن مشاهدي الكرام، ينطلق شوط المباراة الثاني بين المنتخبين الغاني والبنيني لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى من منافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة للشباب. إذن تهيئة لمعرفة المنتخبات المتأهلة إلى مونديال تركيا من القارة السمراء. أربعة منتخبات من أصل 8 سيكون لها الحظ لأن تمثل القارة الإفريقية في مونديال الأتراك، بداية من الفتح وبداية من 21 من شهر جوان المقبل. البطولة المنظمة حاليا بالجزائر في جولتها الأولى في مجموعتها الأولى شهدت فوز مصر على المنتخب الغاني وتصدر هذه المجموعة بثلاث نقاط. التعادل الجزائر مع البنين البلد المنظم، والمنتخب البنيني يسعى لمباغتة المنتخب الغاني في مطلع شوط المباراة الثاني. هذا تعادل سلبي بين الجزائر والبنين، وتعادل سلبي في شوط المباراة الأول بين البنين وغانا في انتظار أحداث المعركة الثانية وما ستسفر عنه من نتائج ومن أهداف. أربعة أهداف سجلت من ثلاث منتخبات. مصر سجلت هدفين عن طريق محمود حمد، أول من سجل أهدافا في هذه البطولة الإفريقية رقم 18 منذ نشأتها سنة 79، حيث سنة 79 كانت تلعب ذهابا وإيابا، والبطولة الأولى فازت بها الجزائر على حساب منتخب غينيا. هكذا إذن تتواصل هذه البطولة في كل سنتين، هذه البطولة في آخر نسختها التي نظمت في الأراضي الجنوب إفريقية. كرة داخل منطقة الجزاء، جماهير غفيرة حاضرة في المباراة. هذه الأهازيج ليست لمناصرة المنتخب الغاني أو البنيني، إنما التحضيرات على شدها من أجل مناصرة وتشجيع المنتخب الجزائري بعد هذه المباراة. بعد نحو تقريبا ساعتين من الزمن، الجزائر ضد مصر في قمة الجولة الثانية في هذه المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية أو في البطولة الإفريقية للأواسط أو للشباب لأقل من 20 سنة. نيجيريا آخر المتوجين باللقب، الجزائر أول المتوجين باللقب. الجزائر تعادلت، نيجيريا خسرت في المجموعة الثانية أمام المنتخب المالي بهدف نظيف من هدف أدانا، وبالتالي أدام عفوا. وتعادلت الكونغو مع الجابون في نفس المجموعة. متابع إذن شوط المباراة الثاني، كرة غانية من البديل فرونت سارفو جيامفي دخل بديلا في شوط المباراة الثاني. جماهير غفيرة حاضرة في مدرجات ملعب عمر أصياف في عين تومشنت، المدينة الساحلية الجميلة التي تشارك وهران طبعا تنظيم هذه البطولة، والوهرانيون يشاركون سكان عين تومشنت وسكان الولايات المقاربة والمجاورة للمدينتين الجميلتين الساحليتين من شلف، من بلعباس، من سعيدة، من تيرت، من تلمسان، من مستغانم. هذه المدن القريبة من مدينتي عين تومشنت ووهران، إضافة إلى طبعا باقي ولايات الوطن العزيز وباقي ولايات الجزائر. كرة من التماس لمصلحة المنتخب الغاني داخل منطقة الجزاء. الهداف أصيفو ينتظر فرصته، وهذه كرة غانية لبعد إلى الركنية. جرت تعديلات مع مطلع شوط المباراة الثاني من كلا الطرفين البنيني والمالي في انتظار التعديلات على مستوى النتيجة. هل سيظهر ذلك جليا وستحضر أهداف المعركة الثانية؟ كرة من الركنية خرجت ثم عادت، وبالتالي الحكم
يحتسب ركلة مرمى للحارس البنيني ساتيميني الأكبي الذي تألق وأنقذ مرمى من هدف حقيقي في شوط المباراة الأول. مونديال تركيا إن شاء الله سيكون حاضرا عبر شاشة الجزيرة الرياضية مثل ما كان حاضر مونديال كولومبيا الأخير والتتويج البرازيلي على حساب السامبا الأوروبية المنتخب البرتغالي. نعم الدقيقة الخامسة من شوط المباراة الثاني. المونديال المتوج به في أكبر عدد من المناسبات المنتخب الأرجنتيني 6 تتويجات للتانغو الأرجنتيني 5 تتويجات بعد ذلك للمنتخب البرازيلي. لكن لا البرازيل ولا الأرجنتين ستكونان حاضرتين في نهايات تركيا. غياب مفاجئ، غياب مؤثر، غياب مفجع للكرة العالمية للتانغو الأرجنتيني الذي نظم البطولة الأمريكو اللاتينية للأواسط بقواعده وللسامبا البرازيلية. كولومبيا الباراغواي الأوروغواي والشيلي ستكون هذه المنتخبات ممثلة للقارة الأمريكو اللاتينية. كرة خطيرة للمنتخب الغاني، مخرج عليه نتابع بالكاميرا الرئيسية هذه الهجمة الغانية، هذه الفرصة والتوزيعة والرأسية تنتهي إلى خارج أرضية الملعب. بين شوطي المباراة دخل المنتخب المصري ليجري بعض الإحماءات على أرضية هذا الملعب الذي سيشهد مباراة القمة مثل ما ذكرت ابتداء من الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 بتوقيت الجزائر. جماهير غفيرة، كرة بنينية خطيرة، ممكن جول، لكن متابعة غانية بامتياز من المدافع لورينس لورتي. لورينس لارتي ترتطم به الكرة وتنتهي عند الركنية. قلت جماهير غفيرة تحضر من أجل مساندة المنتخب الجزائري في مباراة القمة. إذن عريمي كويو كولا يغادر أرضية الميدان، لاعب رقم 7 لاعب وسط الميدان، وأتجاي فيمي يدخل بديلا عنه، هذا الذي بدأ أساسيا أمام الجزائر. وكرة سهلة للحارس الغاني أوفوري أنطوي. أنطوي بهدوء مع ريشموند نكوتيا، حذر من الأخطاء، المنتخب خطيرة والحارس الغاني يلعب بالنار. كرة بنينية من أجل التسجيل، يعود الحارس الغاني مبعدة في النهاية. مستمر الصراع والكرة طويلة أمامية، لعب بالنار الحارس الغاني وكان بالإمكان أن يبعد الكرة في أفضل الظروف وتتاح الفرصة. طويلة الكرة الأمامية لمصلحة المنتخب الغاني، لكن عودة موفقة للدفاع البنيني. كرة كانت لفرانسيس نار، لعب بالنار إيريك أوفوري أنطوي. بدأ متوترا مترددا، هنا أساء ترويض الكرة ثم أساء المناوغة. لحسن حظه لعب البنيني أخذ الكرة على الجناح دافيد جيكلا لاعب رقم 14. كرة غنية لينار ضيعها إبنزر أوفوري، يحاول أوفوري يتفوق أوفوري يلعبها البينية جميلة لأسيفوا أوير البديل أوير يفتح الزاوية المنفذ للتصويب، ولكن تدخل بينيني ممتاز. قلت البنين التي أقصت كوت ديفوار والسنغال في التصفيات وتأهلت بامتياز إلى النهائيات، لكن غانا مرت في التصفيات على حساب المنتخب المغربي. منتخب السودان الأطلس فوز ب4 أهداف مقابل هدف ذهابا في غانا، والخسارة في المغرب ب3 أهداف مقابل هدف. غانا أقصت المنتخب المغربي. وغانا كذلك أقصت المنتخب الأوغندي.
في المرحلة الثانية من التأهيليات. منتخبان عربيان ينافسان على تأشيرتي هذه المجموعة وتأشيرتي النصف النهائي، وهما تأشيرتا التأهل إلى المونديال. مصر والجزائر لترافق سويا المنتخب العراقي المميز المتألق الذي وصل إلى نهائي البطولة الآسيوية أمام كوريا الجنوبية وخسر اللقب، ولكن ظفر بالتأشيرة المونديالية. كرة جميلة ملعوبة بنينية، لكن متابعة للمنتخب الغاني من العملاق لورينس لارتي. طول القامة من اللاعبين الغانيين والبنينيين لا يخيل إلينا بتاتا بأنهم تحت 20 سنة. غانية الكرة والانطلاقة في الوسط لمصلحة أوير البديل، بينما كرة تتحول هو الجلاد، هو الهداف، هو الذي ضيع في شوط المباراة الأول 3 أهداف. الجلاد يتمكن من التسجيل. إبنزر أسيفوا يتمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة لمصلحة المنتخب الغاني. إذن هكذا، هذا الذي ضيع 3 فرص حقيقية للتهديف في شوط المباراة الأول هو هداف هذه البطولة حد الآن بهدفين، ويمضي هدفا في الدفاعات البنينية وفي مرمى الحارس الأكبي. إذن إبنزر أسيفوا المهاجم الغاني طويل القامة يلحق على الكرة بالرأس، يلعبها في الشباك توزيعة مثالية بالمسطرة بدقة لا متناهية. هذا الذي عادل نتيجة لمصلحة المنتخب الغاني حينما كان متأخر بهدف محمود حمد في المباراة الأولى. ها هو يمنح التفوق للمنتخب الغاني، وغانا هكذا تخطو خطوات ثابتة نحو كسب النقاط 3 وتعقد مأمورية الجزائر في المباراة الأخيرة. أن فوز غانا اليوم يعني أنها تملك جميع الحظوظ حتى لو فازت الجزائر على مصر، وتعقد من المأمورية والمهمة، خاصة إذا ما لم تكسب الفوز الجزائر اليوم على حساب المنتخب المصري. كرة أمامية، صراع على الكرة مستمر المنتخب الغاني، فرصة هدف ثاني لغانا، توزيع داخل منطقة الجزاء مستمرة غانية، فرص تتوالى لغانا. هنا المرور والمتابعة من الدفاع البنيني لا تمس. كرة جميلة غانية ملعوبة بطريقة رائعة، حاول فرانسيس نار هنا تفوق على الدفاع البنيني، حضر كرة أرضية أساء تسويبها الهداف إبنزر أسيفوا. كوينوم إليريش يغادر أرضية الميدان ويدخل البديل عنه لانينيان دانيال. دانيال لانينيان المهاجم البنيني ليساند أوبي إزيكويل أكوتو. بنيني إذا ما خسرت نقاط المباراة اليوم ستكون بنسبة كبيرة خارج السباق، ستواجه مصر في الجولة السابقة المقبل عفوا، ويتملك نقطة واحدة. 3 نقاط لمصر، 3 نقاط الآن لغانا، نقطة للجزائر ونقطة للبنين. طبعا فوز مصر يؤهلها اليوم إذا ما فازت غانا. ويبقى طبعا التنافس بين غانا والجزائر، هذا إذا ما فازت غانا وفازت مصر. عموما هذه الحسابات مؤجلة إلى حين
هناك حظوظ لكل المنتخبات المتواجدة في هذه المجموعة الأولى. ربع ساعة يكاد ينقضي من شوط المباراة الثاني، شباك اهتزت وبنفس اللاعب الذي سجل في الجولة الأولى أسيفوا، إبنزر أسيفوا، العصفور النادر الذي تبحث عنه الكثير من الفرق الإفريقية في شمال إفريقيا وكثير من الفرق الأوروبية بطبيعة الحال. أنظار وكلاء اللاعبين والسماصرة وطبعا كثير من الفرق والنوادي. كرة أمامية للمنتخب البنيني، استلام من أوفوري أنطوي، أفضل نتيجة للمنتخب الجزائري والمصري أن يتعادل اليوم المنتخب البنيني والغاني. إذا ما تعادل هذه الكرة والتوزيعة الجميلة والدقيقة على رأس إبنزر أسيفوا، خطأ لمصلحة المنتخب الغاني. تابع هذه المحاولة لغانا داخل منطقة الجزاء، الرأسية من أسيفوا، أجواء جماهيرية حماسية مثيرة تنتظر لقاء القمة بين الجزائر ومصر، وكرة غنية جميلة التصويبة إلى خارج أرضية الميدان. عمل كبير يقوم به المدرب الغاني سيلاس تيتي. سبع مشاركات لغانا في أفريكان يوث تشامبيونشيب أو البطولة الإفريقية للأواسط للشباب، سبع مشاركات، أولها سنة 91، التتويج باللقب سنة 93، 99 و2009 بالأراضي المصرية. بالأراضي المصرية كان التتويج العالمي. زالت المحاولات متواصلة من كل فريق من جانب المنتخب البنيني. كرة أرضية لغانا، الانطلاقة من البديل المميز فرانك سارفو، يامونغ سارفو بامتياز سنة 2009 بالأراضي الرواندية. غانا فازت على الكاميرون سنة 2011 بجنوب أفريقيا، نيجيريا فازت على الكاميرون كذلك. من سيكون متوجا بلقب البطولة الإفريقية بالجزائر سنة 2013 بطلا لإفريقيا وممثلا للقارة السمراء في مونديال تركيا ووصيفه وصاحبي المركز الثالث والرابع؟ أرضية الكرة غانية بيضاء، أصيف ويسارع ولكن تفوق من لاورتي، كرة للمدافع فوسيني بينيني والانطلاقة، محاولة المرور لكن استبسال دفاع من ريشموند. كوتيا، كوتيا أرضية الكرة إلى نارا، يحاول نارا، نارا يحضر كرة داخل منطقة الجزاء، مستمرة للغنيين، توزيعة سهلة لساتيمينا لاكبي. نيجيريا تتويج سنة 83، 85، 87، 89، 2005 و2011. غانا تتويج برواندا سنة 2009 على الكاميرون. غانا تتويج سنة 99 بغانا على حساب نيجيريا. غانا تتويج على حساب الكاميرون كذلك بالأراضي الموريتانية سنة 93. إن هكذا هي التتويجات، التنظيم لأول مرة يكون للجزائر للبطولة.
ولثالث مرة بلد عربي إفريقي ينظم هذه البطولة الإفريقية بعد مصر سنة 91 أو عفوا رابع، وموريتانيا سنة 93، المغرب سنة 97، والجزائر رابع الدول العربية الإفريقية التي تنظم هذا المونديال أو هذه البطولة الإفريقية لأقل من 20 سنة. نسميه كذلك بالمونديال الإفريقي لأنه يكون دوما في حماسه وشكلته وأدائه وأهدافه وشهرته وصيته وأداء المنتخبات فيه مثل المونديال العالمي. كرة طويلة إلى التماس، يستبسل الدفاع البنيني ولكنه لم يصمد في الدقيقة 10 من شوط المباراة الثاني أمام أصيفوا الهداف. أصيفوا يصارع الخطأ للبنين، أجواء ستكون حماسية كبيرة، حماسية قبل مباراة القمة اليوم في انتظار لقاء الحاسم بين غانا والجزائر أو الجزائر وغانا يوم الجمعة المقبل ابتداء من هذا التوقيت. الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة ونصف بتوقيت الجزائر. والله جماهير ممتعة، جماهير فعلا تستحق التحية، تستحق التحية هذه الجماهير فعلا التي تعطي لهذه البطولة نكهة خاصة. الجماهير هذه بهذه الأهازيج والسيمفونيات لا نراها في ملاعب أخرى إفريقية، هذا في البلدان التي تعشق وتتنفس كرة القدم مثل الجزائر والمغرب تونس ومصر ليبيا. هذه الأعراس حتى لو تعلق الأمر بكأس أمم إفريقيا للأكابر في جنوب إفريقيا لم نشاهد هذه الصور الجميلة، ولو أنها حضرت من الجماهير الجزائرية التي حضرت لتساند المنتخب الجزائري في حضور عربي تونسي مغربي جزائري، لكن خيبة الأمل كانت عربية. نصف شوط المباراة الثاني وغانا لازالت تتقدم في النتيجة بهدف نظيف لتعوض ما فاتها أمام مصر، والبنين لازالت تمني النفس بتعادل آخر ولكن يجب عليها أن تسجل إذا ما أرادت تعديل النتيجة. غانا هي الأفضل في دقائق المباراة بشكل عام في شوطها الأول أو الثاني. بنين أقل مشاركة في هذه البطولة الإفريقية ولا تتويج في هذه المجموعة، 7 تتويجات، 3 أبطال وسبعة تتويجات في المجموعة الأولى. هذه كرة غانية من أجل التصويب مستمرة لفرانك، فرانك يوزع والحارس يتدخل، فرانك صرفه يوزع والحارس ساتيميني على أكبر يتدخل أمام فرانسيس نار. المجموعة الثانية فيها 7 تتويجات لمنتخبين، 6 لنيجيريا وتتويج 1 للكونغو، في حين 7 تتويجات في هذه المجموعة الأولى، المجموعة الصلبة والحديدية. 3 تتويجات لمصر، 3 لغانا، 1 للجزائر. المجموعة الثانية تضم نيجيريا مالي الكونغو والغابون، 6 تتويجات لنيجيريا، تتويج للكونغو ولا تتويج للغابون ولا تتويج لمالي. مالي خسرت اللقب سنة 89. كرة بنينية، هنا المرور، هنا التحضير، هنا التصويب، هنا الفرصة، ولكن لأوفوري أنتوي
الحارس الغاني ينقض على الكرة. أنتوي كرة بنينية للانينيان دانيال اللاعب رقم 20 فيني أجهاي مستمرة لمنتخب الغاني. تصويبة تصل سهلة لألاقبي. 20 دقيقة على نهاية المواجهة. كرة تعود بنينية صفراء طويلة. أوكوتو مرة أخرى يمر. أوكوتو خطير يجد الزاوية والمنفذ. أوكوتو يوزع والسهلة في النهاية للحارس أنتوي. أوبيزيكوال أوكوتو مهاجم البنيني. ريشموند لفرانك صرفه لسيدو ساليفو. سيدو ساليفو يتقدم. جيرمياه أركورفول للبلاك ستارز. مستمر الكرة لأيار. حسنا فعل أيار ولكن فرانك صرفه جانفي متسلل. غير مرتقب من جانب المنتخب البنيني. بوسان جاك لاعب رقم 19 في مكان أوكوتو. تغيير مهاجم بمهاجم. أوكوتو يبدو أنه قد تعب بدنيا. كرة مرت إلى خارج أرضية الميدان. مباريات الجولة الثالثة ستلعب في نفس التوقيت تفاديا للتلاعب بالنتائج. هذه كرة ممتازة جدا. الفرصة ممتازة هذه الكرة لمصلحة المنتخب البنيني. التصويبة من فيني أجياي. فوق المرمى تنظيم محكم يحسب للقائمين على هذه البطولة. رعاية سامية من طرف رئيس الجمهورية الجزائرية سيد عبد العزيز بوتفليقة وكذلك المنظمين من وزارة الشباب والرياضة والاتحادية الجزائرية لكرة القدم وولاية وهران وولاية عين تيموشنت. متابعة من طرف الكثير من الشخصيات الكروية الرياضية والرعاية طبعا من طرف الفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. تحسن حتى في التغطية الإعلامية للبطولة والمعلومات التي تصل بشأن هذه المنافسة. كرة جميلة المنتخب البنيني ولكن متابعة غنية لكرة تنتهي لإريك أوفوري أنتوي. البنين ليست بمنتخب السهل طالما أنها أقصت السنغال وكوت ديفوار وغانا بطبيعة الحال متمرسة على صعيد المواهب والتكوين والشبان والتحضير وتملك حتى شخصية البطل غانا. تابع هذه الضربة الحرة لمصلحة المنتخب الغاني. تدخل بنيني ناجح. ريشموند
كاد أن يضيع الكرة ريشمون. مستمر المنتخب الغاني لكن تتحول الهجمة بنينية إلى الخلف بهدوء. ضاعت اللمسة دافيد أجيغلا. فرانسيس نار ربع ساعة على نهاية المباراة. كولانتي ريشمون دان كوتويا. مباراة الجزائر ومصر بتوقيت مكة المكرمة الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 بتوقيت الجزائر، بعدما تنتهي هذه المباراة بنحو ساعة. طويلة هذه اللمسة. غانا طبعا مع الجزائر في الجولة الثالثة والأخيرة. بنين ستلعب ضد مصر. مستمر هذه الكرة بنينية لكن ضاعت. بلغ من لانينيان دانيال. البنينيون يضغطون الآن يحاولون تعديل النتيجة. هل يتمكنون من ذلك؟ متى تسجل بنين أول أهدافها في هذه البطولة؟ لو لم تسجل البنين في هذه المباراة ستكون عقدة بالنسبة للمنتخب البنيني. فرصة للمرور للمنتخب البنيني ولكن ضاعت الكرة والمحاولة. ستكون عقدة بالنسبة للمنتخب البنيني إذا لم يسجل اليوم. فرصة أخرى للمنتخب البنيني. توزيع الأرضية ممكن. هذه الفرصة تأتي بجديد ولكن دفاع غاني في المكان المناسب. تتحدث الفرنك صرفه صرفوا البحث عن فرانسيس نانا. قد تكون هناك بطاقة صفراء. تدخل على إبنزير أسيفوا من المدافع دين كوكبيري. إذن ضربة حرة لمصلحة المنتخب الغاني. إصرار على الإبقاء على جميع الحظوظ. عندما غابت البرازيل والأرجنتين هل ستغيب غانا؟ حملت كأس العالم 2009 قبل أن تعود البرازيل وتتوج باللقب على حساب المنتخب البرتغالي في كولومبيا. كرة من الركنية لمنتخب البنيني. هل هي فرصة المنتخب البنيني لتعديل النتيجة وتسجيل أول الأهداف؟ لم يتمكن من ذلك. الآن المباراة تحت الأضواء الكاشفة. كوكبيري تلقى البطاقة الصفراء قائد المنتخب البنيني. أعتقد هناك تسلل لكن الحكم لم يشير إلى شيء. أسيفوا مستمرة لراشمون. واضح الإرهاق البدني الذي نال من لاعب المنتخب الغاني. من الكرة لمصلحة المنتخب البنيني. لمسة سهلة لدفاعات على البلاك ستارز. 10 دقائق على نهاية الموعد.
يحاول فرانسيس نار مرور يستخدم جميع مهاراته ويستفيد من الركنية. هدأت المباراة نسبيا. هذه الكرة لمسة يد والحكم يقول خطأ الدفاع. البنيني تابع الكرة المحاولة البنينية الرأسية داخل منطقة الجزاء واللعبة الجميلة إلى خارج أرضية الميدان. فرصة جميلة على الطريقة الغنية والطريقة البرازيلية بالبسيكلات هنا الرأسية ثم حركة الأكروباتية من دافيد جيكلا. التي ستواجه الجزائر في الجزائر في 22 من هذا الشهر طبعا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال البرازيل. هذا على مستوى الأكابر الجزائر والبنين. تعادل لأقل من 20 سنة هنا بهذا الملعب في المباراة الافتتاحية. لعب الدقائق الأخيرة من المباراة. فرصة غانية للمرور من صرفو. صرفو يحاول. صرفو كرته إلى التماس دون تركيز. مر يمر صرفو مرة أخرى تذبذب وارتباك في دفاعات المنتخب البنيني. والفرصة غانية من أجل قتل المباراة. إطلاق رصاصة الرحمة بحث عن لمسة يد عن ركلة جزاء. يضغط صرف وآير وريشموند الآن. توزيعة ريشموند الكرة إلى التماس أم إلى الركنية عموما. إذن هي إلى الركنية. هذه الكرة عند القائم الثاني. تدخل دفاعي بنيني تتحول الكرة بين أخذ ورد بين الطرفين. ساتشيمين على أكبي يتمكن منها. حارس البنيني الذي خادعه أصيفوا في الدقيقة 55 لم يعد هناك مكان شاغر في مدرجات ملعب المباراة. عمر أوسياف وعلى بعد ساعة وربع منذ بداية لبداية لقاء القمة
لقاء الملتهب بين المنتخب المصري المنتشي بفوز على المنتخب الغاني في الجولة الأولى والمنتخب الجزائري المتعادل أمام المنتخب البنيني دون أهداف. ضيع فرص منتخب الجزائر، حرام أن تضيع تلك الفرص، ولكن عموما يمكنه التعويض اليوم والفوز وإسعاد كل هذه الجماهير الغفيرة. ممكن أن يفعل ذلك ويفوز ويصبح في رصيده 4 نقاط وفي رصيد المنتخب المصري 3 نقاط مثل ما هو الرصيد لغانا 3 نقاط، لكن مصر لها الأفضلية لأنها فازت على غانا وتبقى مستمرة فرص المنتخبات الثلاث تقريبا، مع أن دعنا نقول حتى الأربعة، حتى البنين لن تخسر كل حظوظها لأنها متعادلة في المباراة الأولى. البنين ستلعب أمام مصر، وإذا ما فازت البنين مثلا سيصبح في رصيدها 4 نقاط، وفازت الجزائر على غانا ستتأهل البنين والجزائر مثلا هذا مثال يعني، في حين مثلا لو الجزائر تفوز اليوم وتفوز في لقائها المقبل. عموما هناك حسابات كثيرة، نتمنى أن تأشيرتين تكون لصالح الأخضر الجزائري والأحمر المصري. خمس دقائق على النهاية، هدوء نسبي، منتخب البنين لا زال يتشبت بفرصة تعديل نتيجة، منتخب الغاني يريد إنهاء الأمور قبل صافرة النهاية بهدف ثاني. هكذا تمتلئ ملاعب الجزائر وملاعب إفريقيا وملاعب العالم حينما يتعلق الأمر بمنتخب الجزائر، والمباريات كان أقل من 20 سنة أو فوق 20 حتى لو كان الأمر يتعلق بمنتخب تحت 10 سنوات. هكذا هو العشق للكرة والعشق للوطن حينما يمتزجان ويبوحان بهذه الصور الجميلة والرائعة للجماهير الجزائرية العاشقة لكرة القدم والتي تتنفس كرة القدم صباحا ومساء. صباحا من خلال الجرائد هو نشرات الأخبارية الرياضية والكروية، ومساء من خلال التدريبات وممارسة كرة القدم في الميادين معشوشبة وغير المعشوشبة، وليلا من خلال متابعتها لمباريات كرة القدم الأوروبية والعالمية في نهاية الأسبوع حينما تحضر في الملاعب. كرة القدم هكذا تفعل في الشعوب، أفيون الشعوب مثل ما يقال. كرة بنينية، محاولة تعديل النتيجة عند فوري أنتوي، حولات البنينية متواصلة دون جدوى، منتخب الغاني الذي تلقى هدفين من جانب المنتخب المصري يصمد، واتيحت له فرصة ذهبية تمكن من ترجمتها. على فكرة الجزائر اتيحت لها فرصة التسجيل أمام المنتخب البنيني بنفس الطريقة التي اتيحت للمنتخب الغاني، كرات عرضية، هناك ربما بعض المشاكل المنتخب البنيني على مستوى الكرات الهوائية، استغل المنتخب الغاني وسجل الرائع عسيفوا، هذه كرة لفرانك سارفو بعاد إلى تماس منسى البديل دريك أو ديريك منسى بديلا عن فرانسيس نار. Thank you.
السابعة على التماس لريشمون، لعب دقيقة 90، الوقت سينتهي والوقت البديل سنلعب منه أعتقد 3 دقائق. تشتيت للكرة من طرف المنتخب الغاني، 3 دقائق والوقت البديل. إذن كرة بنينية تتحول، لكن هناك راية التسلل. المباراة لم تكن سيئة، بالعكس كانت جميلة، فيها فرص. يصمد المنتخب البنيني دون أي أهداف يسجلها أمام الجزائر و يفقد صموده في الدقيقة 55 من المباراة أمام المنتخب الغاني، بالرغم من أنه هناك عدة فرص لمنتخب الغاني في المباراة خاصة في الشوط الأول. يغلق جميع المنافذ ولكن لا يجد أي منفذ للتسجيل، مرعونة كبيرة على مستوى الخط الأمامي. لا أدري كيف أزاح المنتخبين الإفواري والسنغالي وسجل، لكن في النهائيات تغيب اللمسة الأخيرة. لم يسجل ضد الجزائر ولم يسجل ضد غانا، إلا إذا حملت الدقيقة 32 من الوقت البديل شيئا للبنين من أجل تعديل النتيجة. هنا المرور والخطأ للمدافع جيرينياه أركورفول. إذن غانا سيصبح في رصيدها 3 نقاط، مصر تبقى متصدرة لهذه المجموعة ب3 نقاط زائد هدف، وغانا في المركز الثاني ب3 نقاط ب0 من الأهداف في انتظار مباراة الثانية للجزائر. الجزائر في المركز الثالث حاليا بنقطة، والبنين في المركز الرابع بنقطة واحدة ناقص هدف. كرة غانية والخطأ للدفاع البنيني، ربما الصافرات، اعتقد بان ربما المنتخب المصري دخل ارضية الميدان ربما للتحضير والاحماءات. هذه كرة طويلة بنينية، ممكن تدخل دفاع غاني، نلعب اخر الثواني. اذا ساعة زمن تفصلنا على مباراة القمة بين الجزائر ومصر في هذه المجموعة، بحث عن النقاط الثلاثة المهمة بالنسبة للمنتخب الجزائري من أجل تصدر هذه المجموعة ب4 نقاط والإبقاء على كل الحظوظ للتأهل إلى مونديال تركيا والتأهل إلى دور نصف النهائي من هذه البطولة التي تنظم في الجزائر إلى غاية 30 من هذا الشهر. إذن صافرة الحكم ستعلن نهاية هذا الموعد. غانا تكسب أول نقاط لها بفضل الهداف إبنزر أسيفو على حساب المنتخب البنيني، وتكسب المركز الثاني في انتظار لقاء القمة الملتهب بينها وبين الجزائر يوم الجمعة المقبل. لكن قبل كل هذا موعد مرتقب بعد نحو ساعة من الآن بين الجزائر ومصر.